يلعب في الدوري الإنجليزي، شارك في المونديال، يقدم مستويات خيالية، نجم مغربي أصبح قريبا من الانضمام إلى صفوف اتحاد جدة السعودي بعد فشل صفقة المصري محمد صلاح. الحديث عن نايف أكرد، لاعب نادي ويست هام الإنجليزي، والذي حصل على عرض قوي من الاتحاد السعودي للانضمام للفريق في الساعات المقبلة، لكن خطوة واحدة تفصله عن هذه الصفقة. لم يتوقف اتحاد جدة السعودي حتى الآن عن محاولة إتمام صفقة جديدة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على أمل سد أحد احتياجات الفريق في الوقت الحالي. ويحتاج اتحاد جدة إلى جناح قوي لزيادة الفعالية الهجومية للفريق، وهو ما دفع الإدارة للإصرار الكبير على التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزية. انتقال صلاح إلى اتحاد جدة تعقد بشكل كبير وبات مستحيلا في الوقت الحالي مع غلق القيد في الدوري الإنجليزي وعدم قدرة ليفربول على تعويض النجم المصري. ورغم استمرار المحاولات، اتجه اتحاد جدة لسد ثغرة أخرى في صفوف الفريق، وهو الجانب الدفاعي الذي يعاني في ظل غياب الدولي المصري أحمد حجازي لإصابته القوية. وبدأ اتحاد جدة التحرك سعيا للتعاقد مع مدافع جديد بعد فشل صفقة ضم النجم الإسباني سيرجيو راموس خلال الساعات الماضية، رغم موافقته في البداية على العرض السعودي. وتوصل اتحاد جدة بالفعل لاتفاق مع النجم المغربي نايف أكرد، قلب دفاع نادي ويست هام يونايتد، والذي تألق بشكل كبير خلال الموسم الحالي مع فريقه. نايف أكرد أحد أهم عناصر المنتخب المغربي، والتي شاركت في تحقيق الإنجاز التاريخي خلال النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم 2022 في قطر. أكرد وافق على العرض المقدم من جانب اتحاد جدة رغم تألقه الكبير مع ويست هام وعمره الذي لم يتجاوز 27 عاماً، لكن من جديد يبقى توقيت العرض وقرار ناديه العقبة الأساسية في سبيل إتمام التعاقد. ما حدث مع محمد صلاح يتكرر من جديد، فكما وافق النجم المصري وأصرت إدارة ليفربول على رفض أي عرض مهما كان كبيرا، فإن إدارة ويست هام هي صاحبة القرار الأخير في مسألة نايف أكرد. الاتحاد السعودي يملك 3 أيام فقط متبقية من فترة القيد في المملكة قبل أن تنتهي المسألة تماما بالنسبة للفريق، والذي يحتاج بشدة لتدعيم مركز قلب الدفاع خلال الساعات المقبلة. اتحاد جدة عرض على نايف أكرد الحصول على أكثر من 10 ملايين يورو سنويا، وهو ما وافق عليه اللاعب فورا كونه 10 أضعاف راتبه في الدوري الإنجليزي. العقبة الوحيدة أمام هذه الصفقة هو رفض ويست هام التفريط في لاعبه، خصوصا وأنه أحد العناصر الأساسية ولن يتم تعويضه قبل شهر يناير المقبل في انتقالات الشتاء، بينما يمتد عقد اللاعب المغربي مع ناديه الإنجليزي حتى 2027.